دشنا مشروع الراجح الزراعي للاستثمارات الدولية زراعة الموسم الشتوي، دشنا زراعة الموسم الشتوي مشروع الكفاءة بنهر النيل محلية بربر في مساحة تقدر بحوالي 1575 هكتار، وقطعت إدارة الشركة بعدم تصديرها لأي منتج إلى خارج السودان، وأنها تدعم المخزون الاستراتيجي للدولة بجانب إنشاء مصانع صغيرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تستوعب العمالة المحلية وتدعم دخل الفرد فضلا عن مشاريع اجتماعية أخرى. كاميرا شروق كانت حاضرة هناك. من أجل المساهمة في زيادة دخل الفرد وتماشيا مع التزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، درجت شركة الراجح الزراعية للاستثمارات الدولية في إنشاء مصانع صغيرة في المناطق المأهولة بالسكان بولاية نهر النيل محلية بربر ضمن شركة إفريقيا التابعة لها. فهذا مصنع النيل للتمور منذ إنشائه في 2016 يقدم خدماته ويستوعب العمالة المحلية ويرفع قيمة المنتوج المحلي ويساعد المزارعين في تسويق محصول البلح بأسعار مجزية. والشركة تتنوع في محاصيلها الزراعية وفي المواسم المختلفة، فمن الذرة الشامية إلى الأعلاف، ثم تجربة زراعة الموز والنخيل وتسمين العجول، ثم تحول كل منتجاتها للاستخدام المحلي والاستفادة منها في محاور أخرى. وتضم الشركة أكثر من 97% من الكوادر السودانية بمشاريعها بالسودان، تمضي وفقا للأسس العلمية المدروسة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج. أما المحصول الاستراتيجي القمح، فالمساحة المعتمدة زراعتها هذا العام بمشروع بربر 1575 هكتار، وبدأ المشروع ببذر البذور عبر آلة حديثة من أجل الاستعمال الأمثل للتقاوى. والبذر بواسطة الآلة، احنا شايفينها بأحدث التقنيات، الآلة الزراعية الربط للاطمئنان لبدايات الزراعة ولاستعمال الأمثل لمعدلات التقاوي وغيره. ونحن الآن بنفتكر أنه الآن مستمر الزراعة الشتوية حتى نهاية البرنامج الموصى بها بإذن الله تعالى. والمشروع يستمر في الزراعة الشتوية عبر المحاور وصولا لنهاية البرنامج الموصى به. قبل الزراعة طبعا ناسرين سماد اسمه دايامونيوم فوسفيت اللي هو داب، دايامونيوم فوسفيت داب اللي هو نسبة الفوسفور فيها 46 والنيتروجين 18%، ده كسماد أساسي كويس. والسماد ذاته حاطينه معدل واطي اللي هو في حدود 200 كيلو، لأن الأرض هنا قلوي طبعا بنعالج بأنك تحط له سماد أسمدة حامضية. ومن أجل تقليل التكلفة تم إدخال تقنية الطاقة الشمسية، وبذا تقطع الشركة بعدم تصديرها لأي منتج خارج السودان، بل تدعم المخزون الاستراتيجي للدولة باعتبارها ليست ربحية بل وقف تحقيقا لرؤيتها ورسالتها. مشاريع الراجحية الاستثمارية الدولية والتي تتنوع في المحاور المختلفة وكذلك في العروات الشتوية والصيفية الآن تدخل في تجربة جديدة، تجربة الطاقة الشمسية. ناجي فاروق، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية بربر، من داخل مشاريع الراجحية.